متى توحنا ولينا بندو شويه على الزمزمات نعملوا نبدا على الزمزمات اكيد من خلال هذا البرنامج الزمزمات من سنه 1919 جيت في كتاب يوميات الفقيح سن يقول في زمزمات ضربوا في عوده سفير لبلاده مش مقايل منه السفير يا اما ليبي يا اما تركي يا اما يونان يعني سنه 19 يعني استقبال لسفير معين ايه سفير جاي من اجازه رجع من اجازته جاي لهنا داروا له حفله وداروا له استقبال من 19 وتعالى جاي في زمزمات الزمزمات كيف تكونت يقال احنا الفنادق هادو اللي عندنا في البلاد الفنادق زي فندق الخوجة فندق الهنشيري فندق الزهر فندق زميت فندق حسان هادو كلهم فنادق هادو كانوا بيوت 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 للسهريات للسهريات نوعا ما احتفال سهريات حفلات اذكار وحفلات وكذا مدائح او ايه ففي فندق في فندق الخوجة هذا جاي في زنقة الحليب زنقة الدروج يقولوا لها تو هذا في عليه هيكي في ابن زوز بنيات واحدة كفيفة واختها يسمعوا في المشايخ كيف يقروا ويقصدوا شيخ علي سيالة رحمة الله عليه ومعه مشايخ وكان دقدق هذا اللي بيع في القرابيش اللي هو الألعاب القرابيش بتعرفش معنى القرابيش أكيد هذه القرابيش هي الألعاب بسيطة هذا كان يجيب فيهم كل نهار حد لأن العطلة كانت بلا حد صحيح فيش تقولوا يعني ترفيه للأطفال نوعا أيوة يجيبهم غادي فهمت سبحانه من غير الأحوال من لحد وجينا في جمعتنا المباركة صحيح يجتمعوا غادي ويبدو يقصدوا يسهروا في الليل فالبنية هذه تحفظ شن كان يقولوا فتحفظت كل ما قالوه لأن الروش انتهى من قبله الروش انتهى فهي نهار من هنا رفعتها أختها يرموا في الخبزة شدتها من إيدها يقول عمي أبو بكر شقلب خاطم في الطريق هذا عمي أبو بكر شقلب وزان متعلم على عبد الله جمال الدين الميلادي ملك الأوزان وهو يقول البنية تضبع يا عمي أبو بكر يا عمي أبو بكر قال خيرك يا بنتي شن فيه احنا زمان وين واحد يكلم بنته ولا حاجه صغيرات يعني قلت اختي تسمع فيكم حفظتكم كل شيء قال لها كيف اختك حفظتكم كل شيء قلت لها اسمع مشيت قالت لها القصيده اللي يبدو بها باستمرار يا اوهي يا الحي يا داوي الغرامي انا عاشق مضمن يا ليت شاري كيف ادري من هدى الوصال بالمصطفى حلو الخيصات استعجب الراجل هذه البنت غنتها من بعد ما تسمع الكفيفة الكفيفة هذه كانت عن ظهر قلبك هذه كانت تصنت ليهم تصنت ليهم فاستغرب قالها والله إلا ما نكلم المشايخ عليك المشايخ قال كيف جبنا بنت هنا عيب ما عادش تدوا هاي الكلمة ما عادش عارف شنو بيدير فهي مسكينة من هنا لهنا وعاد استعمار وما فيش كيف والحرية ما عندهاش المرأة ما عندهاش حرية صحيح. زي توا انضمت لي مجموعة يهودية فرقة يهودية برياس السيون فهمت وكان معهم مراد زكي أبو ليلى مراد وكان معهم رفعت واحد يقول له رفعت هذول دايرين عوجية احنا نقولوا يعني زي اليخت عموما عم مختار تخت صغير تخت عم مختار زي ما نلاحظوا هنا حاليا فيه ممكن صور يا ريت ممكن تعرفنا وتعرف هذو توا في صوص من الناس بنوريهم لك هذا يقولوا له محمد الصيادي عازف المقرونة كان ما فيش فرح في طرابلس يصير الا ما يكون هو حاضر فيه هذا يلغو على خاطره في افراح مثلا هو الخميس الجاي يبدا مشغول يوقف الفرح يرجوه يعربنوه قبل الوقت بثلاثه اربع اسابيع يعني تجيه الحجوزات من قبل ما ما فيش هو قبل الفرح ويحفظ اغاني الزمزمات ويصاحبهم بالمقرونه ليش بحفي حاليا ده هو المقرونه هذا ينفخ ثلاث اربع ساعات ويتنفس من ودانه مطور داخل فوسطه وعندنا هنا في واحد ريت نشوفها السجل هذا اللي داس هنا هذا يقولوا لي عمي جميل اهو جميل هذا مشهور في المدينه سكان المدينه كلهم يعرفوه باهي عمي جميل عرفنا هذا غنوا عليه يقول دير هيك دير ها جميل يبي امراه يبيها ما عندهاش باش يشريها هذا نفسه عم جميل هذا يغني هذا يرقص ويغني يرقص ويغني هذا حفظ اغلبيه الزمزمات يقدم يعني ينشط في الـ في الـ في الافراح ما فيش قلت لك انا ما يجيش هو ما فيش يعني ما بداش فرح نشط ما فيش وهو اللي يرمي في الحلوات وهو اللي يرفع وكفيف ويعرف هذه صفرت منه هذه صفر وما يشبعش كفيف ويتحزم زي المراه بالضبط يعني منشط للافراح وانت حاضر له اكيد افراح زمان قلبه حاضر له وصاحب هناك وكيف كانت الاجواء يعني محمود هذا صديقي جاي غريب جدا هذا غير تلاقيك في الشارع يغني كلمتين ياسر يعني روحه مرحه هيك خاصه بطويل انت عن سوين يحفظه كله هذه الصوره يا عم هذه خالتي عائشه مشهوره الفيزقة طبعا يعرفوها الناس يقدم كلها خالتي عائشه هذه زمزمه صوتها تمام هذو راهو كثر الله خيرهم الناس هذه من الناس نضاف والله في ناس يقولهم سمعتهم بالعكس غير خشوا ناس جدد فيهم
هادو ناس راهم يعني اختلف في الوقت يا عم مختار. نعم اختلف. انا احكي لك هذه خالتي ماما نيسة، هذه ماما نيسة أنا. حتى هي كانت يعني تحيي في معركة الزمزمات وكانوا في الفرقة. انا احكي لك على حاجة، انا للاسف الشديد نجية المعداني صورتها ما عنديش وما باش تطلع صورتها لانها قديمة شوية. نجية المعداني هذه تضحية في الفن، انا مش عارف كيف ناسينها الى حد الان. هذه هي وجابت بناتها وحفيداتها خشوا للتمثيل وللموسيقى وللفن وللرقص ايضا. والله اقسم بالله هذو كلهم على يدي انا، يعني اقنعتها وجابت صغارها وصغار صغارها. يعني اقحمتهم في هذا المجال. اقحمتهم في هذا المجال. هي والله يرحمها خالتهم مهديه، حتى هي كانت من الناس المشهورين يعني. نجيه هذه تستاهل كل تقدير وكل تكريم، وان شاء الله فرقه المسيره الكبرى حتكرمها في يوم الليله ان شاء الله. يعني كانت حريصه على انهم احفادها وممكن وحتى جدا. ابنائها يخوضوا هذا المجال. حنوري صورتها، انا دورت صورتها زي ما انتقلت من البيت للبيت فركست انا في الصور، لكن بشوي بشوي نوتي الصور. اكيد راح تلقاها ونعرضها في الحلقه الجايه. يا يعني مختار هذه نشوفه فيه. هذه خالتي مبروك العسكري، هم القاب راهم مش اسمها من الحقاني. مبروك العسكري. ايه الالقاب. باهي عندي سؤال تو ممكن اختار لي يا مختار، ليش الالقاب هذه يحطوا فيها ممكن عليهم؟ ما عندهمش كلمه جمال وامال والاسماء الجديده هذه. اسماء خفيفه. ايه يعني اسماء قديمه. هذه حورية الشعافي. هذه قاعدة إلى الآن ما شاء الله تبرز. هذه تلميذة من تلميذات الزمزمات القدم. أكيد نوجه لها تحية. هذه تعرف تغني في يا لندروفر يا زينة، أتمنى ما تسمعها. يعني أنت حضرت يا زينة يا لندروفر يا زينة خش الصحراء بينا. هذه صبرية أمها خلت لطيفة، لطيفة مشهورة لطيفة هذه. وهذه صبرية بنتها زمزامة وبنت هدية أمال زمزامة بنوية الزوز يعني مشهورات واصحابه جكات. يعني من الخلف للسلف يعني. حتى بناتهم وبنات الرئيسه في الزمزمات يسموها المعترفه بلغتهم هم الزمزمات. هذه زهره معترفه حتى هي. حتى هذه زهره هي. كيف المعترفه يا عم يعني معناها رئيسه الفرقه هي يعني. ايوه تتولى اللي تضرب في البندير يقولوا ايه، يقولوا طريه. اللي تضرب في البندير يسموها طريه، واللي تضرب في الدربوكه يقولوا دربكيه. طريه طارية هذه اللي شنو يا عم؟ يعني تضرب في البندير. تضرب في البندير. هذه يعني لغة يختلفوا يعني الأسماء. ها إيه. يختلفوا حتى اللي قلت لي طارية ودرباكة. طارية هذه خالتي خديجة، هذه عاد من القدم بكل بكل بكل. هذه أول واحدة من الجماعة القدم من أيام الرئيس علي. خديجة الزقلعية هذه مشهورة. هذه ما شاء الله صوت وجو هذه تبي ثلاث أربع شهور وأنت تكتب إيش حاصلها. أيوة. تو ممكن إحنا عندنا تقرير، أنا مشيت للزمزمات. ايه خلتي منه بيا استمع نسمع هذه نقول لك. يا ريت. نعم. هذه ما حصلناش مجموعه صوتيه فنسويه جبنائية. وهذه عندها حاجه الشين تقول لها سين. الشين تقول لها سين. ايام بشير في حيمه قال لي خلتي منه بيا ما عادش تقول لي الشين سين. قلت له اسم الله انا سن قلت. الزوج جابتهم مع بعض. طلعت طرفه منها هي. شو قديش قاعد تفكر انا. خلتي منه بيا استمع هذه ضحت معنا ياسر. انا ولدها تو صاحبي محمد. ان شاء الله الله يرحمهم كلهم توفوا. ان شاء الله. رحمة الله عليهم. مع السلامة خالتي منوبية.